عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين فالكل يتجند لمد يد العون والمساعدة. أين تدخل عناصر الدرك والجيش الوطنيين من أجل فتح الطرقات التي أغلقت بسبب تراكم الثلوج التي اجتاحت منطقة سوق هراس؟ تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها معظم ولاية الوطن عامة وولاية سوق هراس خاصة والتي يميزها تراكم الثلوج والجليد عبر شبكة الطرقات متواجدة بالميدان، السلطات العسكرية متمثلة في وحدة الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني رفقة السلطات الإدارية يتقدمهم السيد والي الولاية لتقديم يد المساعدة وفتح الطريق بالضبط بالطريق الوطني رقم 82 بشطره الرابط بين بلدية لدريس وبلدية بوحجار. ولتفادي حوادث المرور نذكر دائما بتخفيض السرعة. من جهتها لم تدخر السلطات المحلية جهدا في هذه الظروف المناخية الصعبة، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لفتح الطرقات المغلقة وتسهيل حركة السير خاصة لساكنة هذه المناطق. واليوم رانا في أي مكان رفقة كل السلطات المحلية، طبعا كل مسؤول محلين، وكون هذه خليه متابعه، ما نقولش خليه ازمه لمتابعه في حل هذه المشكله خاصه فيما يخص حركه المرور. دونك فيها تسخير كل امكانيات الاشغال العموميه، امكانيات تاع البلديات، حتى خواص تدعو المواطنين باخذ الحيطه والحذر، لان هذا فرحه وان شاء الله تبقى افراح ان شاء الله. برك الناس ما تغامرش، هذا الشيء اللي نقولهم، ان شاء الله تبقى الافراح تمشي، ما نشوفوش اشياء غير مقبوله ان شاء الله. وتبقى جهود الدوله متواصله لفك العزله عن المواطنين وتسهيل تنقل الاشخاص بهذه المناطق التي شهدت تساقط كثيف للثلوج.